بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة مع كتاب يلغي كومبخوندغ. طبعا كنا قد انتهينا مع أن تغيبل أوراج، عاصفة مرعبة كما رأينا. هذه الفقرة إن شاء الله سنرى نصا آخر بعنوان لي دو شيف، كما نرى في الإيماج أون دو شيف، أون دو شيف، فوالا لا بوميير شيف، إي فوالا لا دوزيام شيف. Et voilà, entre les deux se trouve un fossé. Et donc, وبين الاثنتين، بين المعزة الأولى والمعزة الثانية، كما نقول هناك خندق، un fossé. ثم على الخندق توجد هذه اللوحة. Nous prenons tout d'abord ces mots. Nous prenons la première locution. Il y avait une fois. Il y avait une fois. عادة نقول il y avait une fois. كان هناك ذات مرة. وبور يعني على الحافة، لو بور المقصود به الحافة. نقول مثلا او بور دو لا مير، يعني على جانب البحر، كما نقول على حافة البحر. نقول مثلا او بور دو لا بلاج، او بور دو لا بلاج، على حافة الشاطئ، على جانب الشاطئ. نقول مثلا او بور دي تيران، او بور دي تيران، على جانب الميدان، على جانب الميدان مثلا. إذا عندنا كلمة au bord. ثم عندنا elle avait aussi quatre pattes. إذن هي كانت عندها أيضا أربعة قوائم، كما نقول أربعة أرجل. هي أيضا كانوا عندها أربعة رجلين، ولكن هاد أربعة رجلين غنقولو كيفاش هما، واش بالأسود أو بالأبيض إلى غير ذلك. elle avait aussi quatre pattes. طبعا هنا عندنا elle avait، ماشي بحال الأولى إلي أفي، هذه إل أفي. لو قلنا في الصيغة الأولى التي عندنا هنا إل أفي أون فوا، لا تغير المعنى. لو حذفنا هاد إيكغيك سيكون المعنى هنا هو كان عنده ذات مرة، هو كان عنده ذات مرة. ولكن ماذا عندنا هنا؟ عندنا إلي أفي، إذا المقصود بها كان هناك ذات مرة. إذا il y avait une fois au bord. ثم عندنا كما قلنا elle avait aussi quatre pattes. ثم elle veut aussi traverser، هي تريد ايضا ان تجتاز. طبعا لو غير traverser، لو غير traverser فعل اجتاز، مثلا اجتاز الطريق، اجتاز البحر الى غير ذلك. elle veut، طبعا هنا عندنا لو غير vouloir، ici on a le verbe vouloir conjugué au présent. Je veux, tu veux, il veut, elle veut, comme عندنا هنا. Nous voulons, vous voulez, ils veulent, ou bien elles veulent. هم يريدون أو هن يريدن. Elle veut aussi traverser. إذن هي تريد أيضا أن تجتاز. ثم عندنا elle se rencontre, إذن نتحدث على الverbe rencontrer. rencontre، يعني التقى. كما نتحدث عن شخص يلتقي شخص آخر، ولكن ماذا عندنا هنا؟ هنا عندنا الverb se rencontrer، أنهم التقيا، كل واحد منهما التقى الآخر، كل واحد التقى الآخر. elle se rencontre، إذن هنا التقيا. ثم عندنا au milieu، au milieu في وسط كذا، au milieu في وسط. elle dit à la chèvre، إل دي على الشيخ، إل دي على الشيخ. إذن هي تقول للمعزة، هي تقول للمعزة غوتورنو بور، غوتورنو بور. طبعا هنا عندنا الفيرب غوتورني، كما نقول عد أو إرجع. إذن هنا عندنا الفيرب غوتورني، كما نقول أنه استدار، أنه استدار، أو كما نقول أنه استدار فرجع. إذن هنا غوتورنو بور، عد إلى الحافة، ارجع إلى الحافة، أو عد إلى جانب الشيء، جانب الحافة، جانب الطريق، جانب الشاطئ، جانب السفينة إلى غير ذلك. retourne bord، عد إلى الجانب. طبعا غنشوفو المعاني ديال هاد الكلمات من خلال هذا النص. nous prenons le premier paragraphe. il y avait une fois une petite chèvre toute blanche avec quatre pattes blanches. Elle se promenait au bord d'un fossé. Et then, il y avait une fois
une petite chèvre, toute blanche, avec quatre pattes blanches. Elle se promenait au bord d'un fossé. Il y avait, كان هناك, une fois, ذات مرة, كما قلنا, une petite chèvre, كانت هناك معزة صغيرة, toute blanche, كما نقول, كلها بيضاء. المقصود أنها ناصعة البياض, avec quatre pattes blanches, بأربعة قوائم بيضاء. إذن عندها رجل أربعة, كلهم بيضين. Elle se promenait, إذن هي كانت تتنزه. طبعا هنا عندنا لغير se promener, فعل تنزه. ومن مثلا كلمة une promenade, ومن كلمة نزه. Elle se promenait, إذن هي كانت تتنزه أو تتجول. Au bord d'un fossé, على حافة, على حافة خندق, كما عندنا هنا. إذن كانت هناك معيزة بيضاء عندها أربعة قوائم كلها بيضاء, كانت تتنزه على جانب الحافة, على جانب حافة هاد الفوسي, هاد الخندق. Il y avait une fois une petite chèvre toute blanche avec quatre pattes blanches, elle se promenait au bord d'un fossé. Il y avait une autre petite chèvre toute noire qui avait aussi quatre pattes blanches. Il se promenait de l'autre côté du fossé. Et sur le fossé, il y avait une planche pour passer. Il y avait une autre petite chèvre, toute noire, qui avait aussi quatre pattes blanches. Elle se promenait de l'autre côté du fossé. Et sur le fossé, il y avait une planche pour passer. Il y avait une autre petite chèvre, toute noire. ثم كان هناك أيضا une autre petite chèvre, toute noire. كانت هناك معزة صغيرة توت نوار شديدة السواد. توت نوار كما نقول كلها سوداء, المقصود أنها شديدة السواد كما في الصورة. ثم avec quatre pattes blanches, بأربعة قوائم أيضا بيضاء. إذن عندها السواد ثم عندها البياض خاصة على مستوى القوائم الأربع. Elle se promenait de l'autre côté du fossé. إذن هي أيضا كانت تتنزه de l'autre côté, من الجانب الآخر, دي فوسي, لهذا الخندق. sur le fossé, وفوق الخندق كما عندنا هنا. il y avait une planche pour passer, كانت هناك خشبة للمرور, كانت هناك خشبة للمرور. il y avait une autre petite chèvre noire qui avait aussi quatre pattes blanches. Il se promenait de l'autre côté du fossé. Et sur le fossé, il y avait une planche pour passer. Nous passons au troisième paragraphe. La petite chèvre blanche va traverser le fossé. Elle va sur la planche. La petite chèvre noire veut aussi traverser le fossé. Veut aussi traverser le fossé. Elle va aussi sur la planche de l'autre côté. La petite chèvre blanche, المعزة الصغيرة البيضاء, va traverser le fossé. تريد اجتياز أو عبور le fossé, عبور الخندق. Elle va sur la planche, إذن هي تذهب sur la planche, فوق الخشبة. إذن هاد المعزة الصغيرة تريد أن تجتاز الخندق من خلال هذه الخشبة. وكما سنرى بأن المعزة السوداء أيضا تريد اجتياز هاد الخندق من خلال هاد الخشبة. La petite chèvre blanche va traverser le fossé. Elle va sur la planche. إذن هي تذهب فوق الخشبة. La petite chèvre noire veut aussi traverser le fossé. إذن المعزة الصغيرة السوداء veut aussi, تريد أيضا. طبعا كما قلنا هنا عندنا الغير vouloir. veut aussi, تريد أيضا traverser le fossé. تريد أن تجتاز هاد الخندق. elle va, هي تذهب. هنا عندنا لو فيرب الي, هنا ici لو فيرب الي كونجيي او بريزون. نقول جو في, tu vas, il va, ou bien elle va في حالة المؤنث. ثم nous allons, vous allez, ils vont, ils vont, هم يذهبون. elle va, إذن هي تذهب. aussi sur la planche, هي تذهب أيضا sur la planche, فوق الخشبة. De l'autre côté, de l'autre côté, من الجانب الآخر. إذن وحدة جاية وحدة غادة. إذن كما قلنا, la petite chèvre blanche va traverser le fossé. Elle va sur la planche.
La petite chèvre noire va aussi traverser le fossé, elle va aussi sur la planche de l'autre côté. Et voilà que les deux chèvres se rencontrent au milieu de la planche. Et voilà. وهكذا كما نقول كل دو شيف سو رونكونتر او ميليو دو لا بلانش. وهكذا كما نقول بان المعزتان الاثنتان سو رونكونتر انهما يلتقيان. عندنا هنا لو فيرب سو رونكونتري كونجوغي او بريزون. لي دو شيف سو رونكونتر او ميليو دو لا بلانش. اذا هما يلتقيان وسط الخشبه. مي لا بلانش ايتي اتروات ولكن الخشبه كانت ضيقه. مي لا بلانش ايتي اتخوات ولكن الخشبة كانت ضيقة. لا بوتيت شيفر بلانش بوفي بيا باسي توت سول. المعزة الصغيرة البيضاء بوفي. طبعا هنا عندنا لو بوفوار. إذا كانت تستطيع. كانت تستطيع. طبعا لو بوفوار فعل استطاع أو أمكن أو يمكنه. كانت تستطيع. لو بوفوار صرف لامبارفي. لا بوتيت شيفر بلانش pouvait bien passer toute seule. إذن المعزة الصغيرة البيضاء pouvait bien passer toute seule. تستطيع المرور toute seule. واحدة. كما نقول كل واحدة. لوحدها كما نقول. لوحدها. يمكن أن تمر فوق الخشبة لوحدها فقط. La petite chèvre noire pouvait passer aussi toute seule. المعزة السوداء الصغيرة pouvait passer aussi. يمكن أن تمر أو يمكن المرور aussi ايضا toute seule لوحدها. اذا هذه الخشبه تكفي المعزه البيضاء لكي تمر لوحدها وتكفي المعزه السوداء لتمر لوحدها ولكن لا تكفي الاثنتان. mais les deux chèvres ولكن المعزتان ne pouvaient pas passer toutes les deux ensemble. اذا هاتان المعزتان لن تستطيع passer toutes les deux المرور toutes les deux. كل الاثنتان. كل الاثنتان. ما يمكنلهمش يدوزو بجوج. ensemble مجموعين. يعني في مرة واحدة. المعزتان لكل واحدة منهما يمكنها المرور لوحدها فقط. لكن الخشبة لا تكفي المعزتان لتمر مرة واحدة. لتمر في وقت واحد. Et voilà que les deux chèvres se rencontrent au milieu de la planche. mais la planche était étroite. La petite chèvre blanche pouvait bien passer toute seule. La petite chèvre noire pouvait passer aussi toute seule. Mais les deux chèvres ne pouvaient pas passer toutes les deux ensemble. Alors la chèvre blanche dit à la chèvre noire, laisse-moi passer la première. Alors la chèvre blanche dit à la chèvre noire, laisse-moi passer la première. La chèvre noire ne veut pas. Elle se fâche. Non, c'est moi qui passerai la première. Retourne au bord du fossé. Pour me laisser passer. Alors la chèvre blanche dit à la chèvre noire. Laisse-moi passer la première. La chèvre noire ne veut pas. Elle se fâche. Non, c'est moi qui passerai la première. Retourne au bord du fossé pour me laisser passer. Alors, Hina Idin, la chèvre blanche dit à la chèvre noire. Elle m'aïs al-baïda. Dit, ta'koul. On a ici le verbe dire, conjugué au présent. إذا عندنا فعل قال مصرف في الحاضر. alors la chèvre blanche dit à la chèvre noire. حينئذ المعزة البيضاء تقول للمعزة السوداء. كما قلنا هذا c'est le verbe dire. نقول je dis, tu dis, il dit أو كما عندنا هنا elle dit. تتكلم المعزة كلمة مؤنثة. elle dit هي تقول. nous disons, vous dites, ils disent. nous disons Vous dites, ils disent. Alors la chèvre blanche dit à la chèvre noire. حينئذ المعزة البيضاء تقول للمعزة السوداء laisse-moi passer la première. Laisse-moi. اتركني. أو ممكن نقول اتركني. Laisse-moi. اتركني. أو كما عندنا هنا اتركني. Passer la première. اتركني أمر la première. الأولى. اتركني أمر الأولى. La chèvre noire ne veut pas. إذن المعزة السوداء لا تريد. عندنا لو فيغ فولوار. كما قلنا عندنا هنا لو فيغ فولوار فعل أراد. لا شيفر نواغ نو فو با. المعزة السوداء لا تريد. إل سو فاش. إل سو فاش. إذن هي غضبت. إذن هي غضبت. نو سي مو كي باسخي لا بخوميييغ. لا
أنا التي سأمر الأولى. Non, c'est moi qui passerai la première. Là, أنا التي سأمر الأولى. Retourne au bord du fossé pour me laisser passer. عودي إلى حافة الخندق pour me laisser passer. لكي تتركيني أمر. إذن هي تطلب منها العودة. إذن المعيزة السوداء تطلب من المعيزة البيضاء العودة إلى حافة هذا الخندق حتى تتركها تمر، ثم تعود هي وتجتاز هذا الخندق. أسويفغ للمتابعة. سنتابع القصة في النص القادم. إلى ذلكم الحين حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.